أهلا بيكم في قناة الأدوات المنزلية. في الفيديو ده هنعرض عليكم أحدث الأجهزة الذكية والأدوات المنزلية اللي هتخلي حياتكم أسهل وأفضل. هنقدم لكم أفكار وحيل مفيدة للمطبخ وللبيت، وهتتعرفوا معانا على ابتكارات مثيرة للاهتمام ما شفتوهاش قبل كده، وهنعرض لكم كل الأدوات دي بطريقة ممتعة، وهيكون بإمكانكم إن انتوا تجيبوا كل الأدوات دي وتشتروها من تطبيقات الأونلاين المشهورة زي تطبيق علي اكسبريس وتطبيق امازون، او من خلال صفحات الفيسبوك، او من محلات الادوات المنزلية اللي بتبقى متخصصة بلوازم المطبخ والبيت بشكل عام. ولو كان عندكم الرغبة ان انتوا تحسنوا من جودة حياتكم المنزلية وان انتوا تخلوها اسهل واكتر متعة، فانصحكم ان انتوا ما تفوتوش الفيديو ده. ولو عايزين تعرفوا كل جديد ومميز في عالم الأدوات المنزلية والأجهزة الذكية، أنصحكم إن انتوا تشتركوا بقناة الأدوات المنزلية وتفعلوا جرس الإشعارات لإشعار الكل علشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة بإذن الله. ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا ونشوف إيه هي المنتجات اللي هتتعرض معانا في الفيديو ده، وإزاي نقدر إن احنا نستخدمها ونستفيد منها. وهنا في البداية معانا غطاء الميكروويف اللي بيساعدك إن هو يحافظ لك على نظافة الميكروويف، وان اي حاجة هتسخنيها في الميكروويف تفضل طرية وطازة كأنك عاملاها دلوقتي. بعد كده معانا جهاز صنع الزلابية، طبعا تقدري تعملي بيه القطايف او المعجنات بمختلف الحشوات اللي انت بتفضليها. زي ما انت شايفة طريقة استخدامه سهلة جدا. بعد كده تعالي شوفي معايا اداة التنظيف اللي هي بتيجي عبارة عن اسفنجة وقشاطة، وبيجي معاها جزء تقدري ان انت تضيفي بيه المية واي مادة تنظيف انت بتفضلي تستخدميها، وبعد كده تبتدي ان انت تنظفي بيها الشبابيك او المرايات او مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك. وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من منظمات التوابل، طبعا تقدري ان انت تثبتيها على الجدار زي ما انت شايفة معايا دلوقتي من خلال الفيديو بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وبعد كده تنظمي بيها مختلف انواع التوابل اللي انت بتستخدميها بشكل دائم. وهنا هنشوف مع بعض عندنا مصفى للحوض تقدري ان انت تثبتيه عندك بكل سهولة، وده بيساعدك بانه يحافظ لك على الحوض بتاعك انه يفضل نظيف وما يتسددش من بقايا الاكل المختلفة اللي بتفيض معانا بشكل يومي واللي بتتصفى معانا في الحوض بعد ما بنغسل الاطباق او الحلل. بعد كده برضو هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من القطع الخاصة بالحوض واللي تقدري ان انت تثبتيها في كذا مكان مختلف، طبعا بتيجي متوفرة عندك بكذا شكل علشان تتناسب مع الحوض اللي بيبقى موجود عندك. وهنا هنشوف مع الراجل ده نوع من انواع الشماعات اللي تقدري ان انت تثبتيه عندك على المنشر، وبعد كده تنشري عليه البطانيات او الكوفرتات اللي بتبقى موجودة عندك. وهنا هنشوف معانا القطعة البلاستيك دي اللي بتساعدك ان انت تغسلي مختلف الهدوم اللي بتبقى موجودة عندك، ودي هي طريقة استخدامها زي ما انت هتشوفيها دلوقتي معايا من خلال الفيديو. هنا بقى معانا اداة تنظيف كرسي الحمام، طبعا الاداة دي بيجي متوفر معاها كذا اسفنجة، والاسفنجات دي بيبقى متثبت عليها نوع من انواع مواد التنظيف او الصابون اللي بتساعدك ان انت تنظفي كرسي الحمام بكل سهولة وتحصلي على افضل نتائج التنظيف اللي انت بتبقي محتاجاها. وهنا كمان هنشوف مع بعض عندنا شكل مختلف من اشكال الشماعات او اداة تقدري ان انت تثبتي عليها كذا شماعة سواء في الدولاب او على المنشر او في اي ركن موجود عندك في البيت ينفع ان انت تثبتيها عليه، وتقدري ان انت تاخديها معاكي في اي مكان لو انت رايحة رحلة او مسافرة في حتة، هي حجمها صغير مش بتاخد عندك اي مساحة. وبعد كده هنشوف مع بعض عندنا اداة للتثبيت تقدري ان انت تثبتيها عندك على الجدار بكل سهولة، وتنظمي عليها مختلف ادوات ولوازم المطبخ او مختلف الاكسسوارات اللي بتبقى موجودة عندك زي المفاتيح او النظارات او مختلف ادوات التنظيف الخاصة بالحمام. يعني اداة التثبيت دي ليها كذا طريقة في الاستخدام. هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا منظم، طبعا تقدري ان انت تثبتيه برضو عندك على الجدار وتنظمي عليه الكريمات او الشامبوهات، يعني ليه كذا طريقة في الاستخدام.
وهنا هنشوف مع بعض عندنا المروحة الجميلة دي. طبعا تقدري ان انت تتحكمي بيها من حيث السرعة ومن حيث الجهة اللي هي هتوجه عليه الهواء، وغير كده كمان تقدري ان انت تتحكمي بالطول بتاعها، يعني ممكن تخليها على الارض وممكن كمان ان انت تنظميها على المكتب، وده اللي هتشوفيه معايا دلوقتي من خلال الفيديو. وهنا هتشوفي معايا منظم للصابون، المنظم ده مناسب اكتر للسفر او للرحلات وحجمه صغير، تقدري ان انتي تاخديه معاكي في الشنطة مش بياخد عندك اي مساحة. هنا بقى عندنا فرشة للتنظيف، طريقة تصميمها بتساعدك ان انتي تنظفي كل الزوايا اللي بتبقى موجودة عندك على الارضيات او على كرسي الحمام او على الحوض بكل سهولة، وبتيجي متوفرة عندك باللون الاسود واللون الابيض. والفرشة دي رغم صغر حجمها الا ان هي بتغنيكي عن مختلف ادوات التنظيف اللي ما بيبقاش منها اي فايدة، وبتديكي افضل نتائج التنظيف اللي انت بتبقي محتاجاها. هنا بقى عندنا مجموعة من قطع السيليكون اللي تقدري ان انت تستخدميهم علشان تثبتي بيهم ادوات التنظيف المختلفة او مرش الحمام زي ما هو ظاهر معانا دلوقتي من خلال الفيديو. هنا بقى معانا منظم للكوبايات، تقدري ان انت تثبتيه عندك على الرخامة وبعد كده تنظمي عليه كل الكوبايات اللي انت بتغسليها. وهنا معانا مصفى للحوض، تقدري ان انت تثبتيه بطريقة مبتكرة جدا وتصفي عليه كل بقايا الاكل اللي بتتوفر معاكي بشكل يومي، وزي ما احنا شايفين المصفى ده حجمه كويس جدا وبياخد معاكي كمية كويسة من كل بقايا الاكل. والمصفى ده تقدري ان انت تستخدميه في طريقة تانية مختلفة، وهي ان انت تنظمي عليه مختلف ادوات غسيل المواعين زي الاسفنجة والسلكة. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا رف تنظيم، طبعا الرف ده تقدري ان انت تثبتيه عندك على الجدار في المطبخ وتنظمي عليه التوابل او الصوصات. طبعا المنظم ده بيحتوي على 3 ادراج، ممكن تنظمي بيها الثوم او البصل او الشطة او اي حاجة تانية انت عايزاها من الخضار اللي بيبقى موجود عندك. وهنا معانا الرول اللاصق اللي تقدري ان انت تثبتيه عندك على داير كرسي الحمام او على داير الحوض عندك، وطبعا بيجي متوفر عندك بألوان وأشكال مختلفة. هنا بقى بيجي عندنا الممسحة اللي بيجي متوفر بيها جزء خاص تقدري ان انت تضيفي له المية واي مادة تنظيف انت بتستخدميها، وبعد كده تقدري ان انت تنظفي مختلف الأسطح اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة باستخدام الممسحة دي. هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا شماعات ومشابك في نفس الوقت، طبعا تقدري ان انت تستخدميها بكذا طريقة مختلفة، تقدري ان انت تنشري عليها الهدوم او الشرابات او الملابس الداخلية بكل سهولة. هنا بقى معانا فرشة ومكنسة بنفس الوقت، وبيجي معاها الجارور الخاص بيها، طبعا تقدري ان انت تستخدميها بكذا طريقة مختلفة في التنظيف، ممكن تنظفي بيها السجاد او البلاط او الرخام او الجدران. بعد كده معانا فرشة التنظيف، الفرشة دي مصنوعة من السيليكون، تقدري ان انت تنظفي بيها كرسي الحمام بكل سهولة، وطبعا الفرشة دي مرنة وعملية جدا في الاستخدام، وطبعا الفرشة دي بتساعدك ان انت توصلي لأصعب الأماكن وتنظفيها بكل سهولة زي ما هو ظاهر قدامك دلوقتي من خلال الفيديو. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا أدوات لتثبيت مختلف ادوات التنظيف اللي بتبقى موجودة عندنا، طبعا اداة التثبيت دي تقدري ان انت تثبتيها على الجدار بكل سهولة وتنظمي عليها مرش الحمام او تنظمي عليها المكنسة او الممسحة او مختلف ادوات التنظيف اللي بتبقى موجودة عندك.
هنا بقى هنشوف مع بعض. عندنا المنشر الصغير ده طبعا بيجي متثبت عليه مشابك تقدري ان انت تنشري عليها الشرابات او الملابس الداخلية. وطبعا المنشر ده تقدري ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة، وطريقة استخدامه سهلة جدا وباينة معاكي دلوقتي من خلال الفيديو. بعد كده تعالوا نشوف مع بعض. عندنا مجفف للخضار ومجفف للفاكهة، طبعا طريقة استخدامه سهلة وبسيطة جدا بس بتساعدك ان انت تحصلي على افضل النتائج اللي انت بتبقي محتاجاها من تجفيف الخضار. يعني لو انت عندك مثلا ملوخية او خس او اي نوع من انواع الخضار تقدري ان انت تجففيه بكل سهولة باستخدام المجفف ده. هنا بقى هنشوف مع بعض. عندنا الجهاز او الاداة اللي بتساعدنا على صنع الايس كريم، طبعا تقدري ان انت تستخدمي اي نوع فاكهة انت بتفضليه، وباستخدام الجهاز ده تقدري ان انت تعملي وتصنعي اي نوع ايس كريم انت بتفضليه. بعد كده هنشوف مع بعض. عندنا منظم تقدري ان انت تثبتيه عندك على خرطوم الميه، وبعد كده تثبتي عليه اسفنجة غسيل المواعين او مختلف لوازم وادوات تنظيف المواعين. وهنا معانا الممسحه الجميله دي، طبعا بيجي معاها الطشت الخاص بيها واللي بيساعدك ان انت تعصريها من كل الميه ومن كل مواد التنظيف اللي بتبقى موجوده عليها، وبعد كده تقدري ان انت تستخدميها في تنظيف مختلف الاسطح اللي بتبقى موجوده عندك في البيت. هنا بقى هنشوف مع بعض. عندنا اداة بتساعدنا ان احنا نستخدم كل الصابون اللي بيبقى متكسر عندنا او حتى الصابون السليم، وننظف من خلالها مختلف الحاجات اللي بتبقى موجودة عندنا زي السجاد او البناطيل او مختلف انواع الهدوم اللي بتبقى موجودة عندنا. هنا معانا مكنسة وقشرطة بنفس الوقت، تقدري ان انت تستخدميها بكذا طريقة مختلفة، واهم حاجة في الاداة دي ان هي حجمها كبير شوية، يعني الاداة دي هتساعدك ان انت تنجزي في شغل البيت. بعد كده هنشوف مع بعض. عندنا اداة لتنظيف كرسي الحمام بتبقى عبارة عن مقبض، وبيجي متوفر معاه كذا قطعة اسفنجية بتحتوي على صابون او على مادة تنظيف بتساعدك ان انت تعقمي وتنظفي كرسي الحمام عندك بكل سهولة. بعد كده معانا الاداة اللي بتساعدنا على صنع الزلابية، وطريقة استخدامها سهلة جدا، او ان احنا نعمل بيها كمان القطايف في مختلف الحشوات اللي احنا بنفضلها. هنا معانا رف تنظيم، طبعا تقدري ان انت تثبتيه عندك في الحمام على الجدار بكل سهولة وتنظمي عليه مختلف لوازم الحمام زي الكريمات او الشامبوهات او العطور او معجون السنان او اي حاجة تانية انت عايزاها. وهنا معانا رف تنظيم تقدري ان انت تثبتيه عندك على الجدار في الحمام وتنظمي عليه الشامبوهات او الكريمات او العطور. بعد كده معانا منظم الاحذية، طبعا المنظم ده بيجي عبارة عن كذا رف تقدري ان انت تنظمي بيه الاحذية بطريقة مرتبة جدا، وده هيساعدك ان انت تتخلصي من كل كركبة الاحذية اللي بتبقى موجودة عندك. بعد كده هنشوف مع بعض. عندنا القطع اللي تقدري ان انت تثبتيها عندك على قارورة المية، وبالتالي هتساعدك ان انت تستخدمي المية اللي موجودة في القارورة دي بكل سهولة. بعد كده هنشوف مع بعض. معانا المنفضة اللي تقدري من خلالها ان انت تنظفي مختلف الادوات اللي بتبقى موجودة عندك ومختلف الاجهزة زي ما احنا شايفين، طبعا تقدري ان انت تحصلي من خلالها على افضل النتائج التنظيف. وهنا معانا الممسحة القابلة للطي، طبعا تقدري ان انت تعصريها وتنظفيها من المية بكل سهولة، وبعد كده تقدري ان انت تنظفي من خلالها مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك في البيت. وهنا معانا الممسحة دي، طبعا تقدري ان انت تنظفي بيها برضو الجدران او المرايات او الشبابيك او دواليب المطبخ، يعني ليها كذا طريقة في الاستخدام. هنا بقى معانا الفرشة دي، طبعا بتحتوي على كذا قطعة وكذا اداة تقدري ان انت تستخدميهم بمختلف التنظيفات اللي انت بتقومي بيها في المطبخ عندك.
هنا بقى معانا القطع البلاستيك دي اللي تقدري ان انت تثبتي عليها غطيان الحلل او المعالق اللي انت بتستخدميها في الطبيخ، وده طبعا هيساعدك ان انت تحافظي على الرخامة اللي موجودة عندك ان هي تفضل نظيفة وبان المطبخ يفضل متنظم. هنا بقى معانا الممسحة الجميلة دي، طبعا تقدري ان انت تعصريها بكل سهولة من كل المية ومن كل مواد التنظيف اللي بتبقى موجودة عليها، وطرق استخدامها متعددة. تقدري ان انت تستخدميها في تنظيف الجدران او دواليب المطبخ او البلاط عندك او المرايات او الشبابيك. وهنا معانا اداة للتنظيف، بس الاداة دي مخصصة لزوايا الشبابيك. طبعا طريقة تصميمها بتساعدك ان انت تنظفي كل زوايا الشبابيك بكل سهولة زي ما انت شايفة معايا دلوقتي من خلال الفيديو. بعد كده معانا مجموعة من الكوبايات البلاستيك اللي تقدري ان انت تنظميها بمنظم واحد. وهنا معانا القطاعة اللي ممكن تقطعي بيها الخضار او الفاكهة، وكمان تقدري ان انت تلمي بيها العجينة وتعجنيها زي ما هو ظاهر قدامك دلوقتي من خلال الفيديو. واخر حاجة هنشرحها مع بعض في الفيديو ده هي اكياس تقدري ان انت تغلفي بيها الاطباق او الاجهزة المختلفة اللي بتبقى موجودة عندك. طبعا ليها كذا طريقة في الاستخدام، واللي هيساعدك على ده حجمها الكبير. الحقيقة احنا شايفين مع بعض مجموعة متميزة جدا من الادوات المنزلية اللي بتساعدنا على توفير الوقت والجهد، واللي بتساعدنا كمان على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت بشكل عام. لو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم، اتمنى ان انتوا تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك. ولو عندكم اي استفسار عن اي حاجة اتعرضت في الفيديو ده تقدروا ان انتوا تكتبوا لي في خانة التعليقات وانا هرد عليكم في اقرب وقت ممكن. تعالوا معايا بقى دلوقتي بعد ما احنا شفنا مع بعض كل المنتجات المميزة اللي موجودة معانا في الفيديو ده، ووضحنا ازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها. والحقيقة انها كلها ادوات عملية وغير مكلفة وبسيطة جدا، وتقدري ان انت تستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة، وبتسهل عليكي الحياة اليومية وشغلك في البيت. كملي الفيديو ده لنهايته علشان تشوفي كل المنتجات اللي هتتعرض معانا في الفيديو ده، وتقدري ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك ولمطبخك. وبعد ما انا اتكلمت معاكي عن كل الحاجات اللي انت محتاجة ان انت تعرفيها في الفيديو ده، جه الوقت ان احنا نتكلم عن الطرق اللي نقدر من خلالهم ان احنا نجيب كل المنتجات دي بكل سهولة وكل بساطة. وطبعا هم عبارة عن 3 طرق، تقدري ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت متواجدة بيه. فبداية كده لو انت عايزة طريقة معتمدة، تقدري ان انت تجيبي كل المنتجات والادوات دي عن طريق تطبيق علي اكسبرس او تطبيق امازون او تطبيق بانجود او تطبيق اي باي. طبعا التطبيقات دي مشكلتها ان هي تكاليف الشحن بتبقى فيها غالية جدا، اما بالنسبة لاسعار البضاعة فهي بتبقى متفاوتة، يعني في عندك ادوات او منتجات بتبقى اسعارها معقولة وفي ادوات تانية بتبقى اسعارها غالية. وطبعا ده بيعتمد على حسب الحاجة اللي انت عايزة تجيبيها، لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة هيبقى ليها سعر مختلف. وعايزة اوضح لكم حاجة كمان، ان تكاليف الشحن دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا موجودين بيه، يعني تكلفة الشحن مثلا للدول العربية غالبا بتبقى دايما غالية، انما مثلا الشحن لامريكا او لفرنسا او الدول دي بيبقى سعر الشحن فيها منخفض شوية، او في دول بيبقى الشحن ليها مجاني. فاعتقد ان الطريقة دي تقدروا ان انتوا تعتمدوها على حسب المكان اللي انتوا متواجدين بيه. بعد كده تعالوا اقول لكم على الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحل لكم مشكلة تكاليف الشحن، وهي صفحات الفيسبوك. طبعا الصفحات دي برضو تبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين، وبتدفعي طبعا حاجة رمزية جدا بس مصاريف التوصيل على حسب المحافظة او على حسب المكان اللي انت موجودة بيه. وطبعا الصفحات دي هتلاقيها لو انت موجودة في مصر او في الاردن، معرفش بقى لو انت مثلا في السعودية او في الكويت ممكن تلاقي الصفحات دي او لأ. بس اللي عايزة اقولهولك ان طريقة البحث عن الصفحات دي سهلة جدا، تقدري ان انت تكتبي في خانة البحث اللي موجودة في الفيسبوك ادوات منزلية في مصر او في الاردن او في السعودية او في الكويت، طبعا على حسب البلد اللي انت موجودة بيها. وانا عن نفسي شرحت لكم الطريقة دي قبل كده في فيديو، هسيب لكم الرابط بتاعه موجود في صندوق الوصف تقدروا ان انتوا تشوفوه وتستفيدوا منه. اما بالنسبة للطريقة الثالثة وهي المحلات اللي بتبقى موجودة على ارض الواقع او المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي،
فطبعا بتحتاج منك جهد لغايه ما تلاقي كل الاماكن اللي بتبيع الادوات دي. فلو اي حد بيعرف اي مكان او اي محل بيبيع كل المنتجات دي، اتمنى ان هو يكتب لنا في خانه التعليقات علشان الكل يقدر يستفيد من الموضوع ده. وبس كده، هو ده كان فيديو النهارده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وان كل الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده تكون عجبتكم. ما تنسوش تشجيع وتشجيع القناه بالضغط على زر اللايك، ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده ما عجبتكمش تقدروا ان انتوا تضغطوا على زر الديسلايك. ولو عندكم اي استفسار عن اي اداه او اي منتج اتعرض في الفيديو ده تقدروا ان انتوا تكتبوا لي في التعليقات، وانا هرد عليكم في اقرب وقت ممكن. واستنوني ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد بكره. سيبكم في رعايه الله.